سايبر سيكيورتي انجينيرينج، امن معلومات هندسة امن معلومات الكتروني. هاكر يا انا ما لاحظ ان انا تغيرت شخصيتي يمكن من جيجيتسو، لاني بادتها من عمر صغير، يمكن تاسست على هالاشياء من الجيجيتسو من عمر صغير بس انا ما لاحظتها. اعيش اليوم بيومه، احس في اشياء بتتغير في طريقي. يعني مثلا انا كنت ادرس بزنس وخلاص ان I'll be a business woman interpure وكل شيء everything is good، بعدين all of a sudden I changed my way. من هون لخمس سنين I would have my career. I would be focusing on it. Maybe I would have a child at that time. We don't know. وايد في خاطري من وانا صغيرة ان يكون عندي my own academy. It's a dream to me and to have my own academy to bring the coaches, the players that I want to. اني اشوف الناس يكبرون من هالأكاديمي، يقدمون شيء لبلادهم. It doesn't matter if they are local ولا not، بس إنه يقدمون شيء باسم بلادهم. ميرا بتكون my partner في هالشيء إن شاء الله. We make money. واحد أنا يوم شخص يقول لي اتركي هالشيء أنا أحب أعاند وأكمل فيه، بس أنا حد يقول لي اتركي، حد وقفي، حد يقول أنا ما أحب. حتى الحين أنا معصبة لأن أنت قلتي لي تركي. أنا معصبة. حتى في المعسكر يوم طلعت أتكلم قدام البنات أقولهم لا تخلون شيء يوقف حلمكم. ما في شيء مستحيل وما في شيء يقدر يقولكم إن أنتم ما تقدرون تسوون هالشيء، وخاصة للبنات يقولولك أنت بنت، أنت ما تقدرين، أنت أقل من الرجل. بالعكس، مثالي الأعلى في الحياة نفسي. إذا أنا ما حبيت نفسي، إذا أنا ما عزيت نفسي، إذا أنا ما قدرت عمري، ما في يعني مثل أعلى بيقدر يأثر علي. إذا شفت شيء مثلاً أو صفة عيبتني في هالشخص، دائماً أحاول أخذها بالطريقة اللي تناسبني. ما أسميه مثل أعلى، أسميه الشخص تعيبني فيه صفة معينة، لأن كل شخص له مساوئه وكل شخص له صفاته زينة، فدائماً أنت تأخذين شيء زين من الشخص اللي قدامك. أعرف إماراتي، أعرف إيطاليان، أعرف هندي، أعرف تشاينيز، صالونة لحم، مكبوس دياي، مكبوس لحم، مقلقل لحم، مقلقل، لأن النار قوية تكون في البر، ما تقدرين يعني you can't lower you can't فتكون النار وحدة. أمي اللي الله حلو، ما كانت محروقة بس من تحت كلها محروقة. يو جايز، بفتح أكاديمية، تعالوا إذا تبون بشغل الناس كلكم عادي، بس موستلي بنات.